في إطار الجهوية المتقدمة غادي يتم إحداث مديرية جهوية بالجهة في مدينة الرشيدية اللي غادي تقوم بالتأطير ديال الوكالات المحلية الخمس اللي متواجدة اللي غادي يتم التدعيم ديالهم، وموازاة مع تطوير الإنجازات فيما يخص البرامج الوطنية عن طريق التشغيل بالمنطقة أو الاستفادة من فرص الشغل خارج المنطقة، في انتظار تفعيل برنامج جهوي للتنمية الشاملة اللي غادي ينكب على جلب الاستثمارات وعلى تحديد القطاعات الواعدة. تم اليوم تدارس منظومة جهوية لإنعاش التشغيل عبر خمس إجراءات تحفيزية اللي غادي تكون مكملة للإجراءات الوطنية واللي كتهم التكوين التأهيلي، التشغيل الذاتي، التشغيل في ميدان الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية، وكذلك التحفيز على التنقل لتكوين تأهيلي أو لإجراء محادثات من أجل التشغيل.